بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 28. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سياق ما ذكر عن بني إسرائيل وتعنتاتهم وعنادهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. من جملة فضائح اليهود ودعواهم العريضة الباطلة واستكبارهم على الحق، وإذا قيل لهم، هذا في اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا من أهل الأرض إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة وشريعته شاملة وباقية إلى أن تقوم الساعة، فلا يسع أحدا على وجه الأرض يهوديا كان أو نصرانيا أو وثنيا إلا أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الأولى باتباع الرسول هم بنو إسرائيل، كان الأولى باتباع هذا الرسول هم أهل الكتاب، لأنهم يعلمون أو أهل الكتاب ويعرفون صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا أولى الناس في أن يتبعوه لو كانوا يريدون الحق، ولكنهم لا يريدون الحق، وهذا قديم فيهم، ليس مع محمد صلى الله عليه وسلم بل مع أنبيائهم من قديم، يعادون الرسل ويقتلونهم. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله من القرآن، آمنوا به يعني صدقوه واتبعوه واعملوا به، ليس القصد التصديق فقط بل التصديق مع العمل والاتباع. آمنوا بقلوبكم وبألسنتكم وبأعمالكم، هذا هو الإيمان.
آمنوا بما أنزل الله. ولاحظوا أنه سبحانه لم يقل آمنوا بما أنزل على محمد، بل قال آمنوا بما أنزل الله، لأن ما دام أنه من عند الله فالواجب اتباعه دون نظر إلى من نزل عليه. فإذا كان من عند الله وجب اتباعه، سواء أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو على موسى أو على عيسى أو على غيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فليس العبرة بالأشخاص، العبرة بما أنزل الله. وهذا فيه قطع لدابر التعصب، لأنه لو قال آمنوا بما أنزل على محمد قالوا لا، احنا عندنا موسى نؤمن بما، فالله جل وعلا قطع عليهم المعذرة والطريق فقال بما أنزل الله. فماذا كان جوابهم؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا، هذا هو التعصب، نؤمن بما أنزل علينا، يعنون التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وهذا حق. ولكن الإيمان يشمل كل ما أنزل الله، ولا يقتصر على ما نزل على موسى أو ما نزل على عيسى أو ما نزل على محمد فقط، بل يجب الإيمان بكل ما أنزل الله على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكنهم يتعصبون ويقولون نؤمن بما أنزل علينا، فهم يؤمنون ببعض ما أنزل الله ويكفرون ببعض ما أنزل الله، من باب التعصب، حمية الجاهلية. ولهذا قال ويكفرون بما وراءه، أي غير ما أنزل عليهم، يكفرون بما أنزل الله على عيسى. اليهود يكفرون بما أنزل الله على عيسى ولا يعترفون برسالة عيسى عليه السلام، ويكفرون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما هذه طريقة المؤمن؟ المؤمن يتبع الحق ويدور مع الحق أينما دار، والحق ضالة المؤمن، أن وجده أخذه، ولا يقول أنا ما أؤمن ولا أتبع إلا مذهبي، أو ما أتبع إلا قول فلان. الواجب على كل مؤمن على وجه الأرض أن يؤمن بما أنزل الله، سواء أنزله على موسى أو على عيسى أو على محمد صلى الله عليه وسلم، دون تعصب ودون تحجر للحق في طائفة أو في مذهب. هذا هو الواجب. وهذا أيضا فيه رد على كل متعصب من هذه الأمة الذين يتعصبون لمذاهبهم ويتعصبون لأقوال أئمتهم، هذا فيه رد عليهم. وهذا فيه شبه من اليهود الذي يقول أنا ما أؤمن إلا بمذهبي ولا أتبع إلا قول شيخي أو قول إمامي، هذا فيه شبه من اليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، يعني يجحدون غير ما أنزل عليهم ويكذبونه. فالذي يتعصب لمذهب من المذاهب أو يتعصب لقول إمام من الأئمة وإن كان مخالفا للحق مخالفا للدليل، فهذا فيه شبه من اليهود، لأن الواجب على جميع المسلمين أن يتبعوا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون نظر إلى الأشخاص والمذاهب والأحزاب والجماعات. تعصب هذا ممنوع،
الواجب على من تبين له الحق بدليله أن يأخذ به، سواء قال به إمامه أو قال به غير إمامه. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد، لم يكن ليدع السنة لقول أحد من الناس. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هذا هو الحق، اتباع الدليل دون نظر إلى من قال به أو من اتبعه. هذا هو واجب المسلمين، أنهم لا يتعصبون للمذاهب ولا للحزبيات ولا للجماعات ولا لأقوال الرجال، وإنما يأخذون بما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يكونوا كاليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، نسأل الله العافية، من باب التعصب والحمية الجاهلية. ثم إن الله رد على اليهود قولهم هذا من عدة وجوه، من عدة براهين. البرهان الأول قوله تعالى: وهو الحق مصدقا لما معه، بما وراءه يعني غير التوراة والإنجيل، وهو الحق مصدقا لما معهم، فما دام من ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، الواجب اتباع الحق. وما دام أيضا أنه موافق لما جاء به موسى وعيسى، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طريقتهم واحدة، كلهم طريقتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك ويأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له، كل الرسل على هذا. فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم موافق لما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله وتوحيده والنهي عن الشرك والبدع والمحدثات والنهي عن التعصب للباطل وترك الحق، كل الرسل جاءوا بهذا عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله مصدقا، أي إن القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم موافق لما جاء به إخوانه المرسلون من قبله، ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام، ليس بينهم اختلاف في العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بعبادة الله عز وجل، طريقتهم واحدة. فبطل قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأن ما أنزل الله على محمد موافق لما أنزل عليهم، لو كان مخالفا لما أنزل عليهم صار لهم وجهة نظر، لكن لما كان موافقا لما معهم ومصدقا لما معهم فلم يكن لهم عذر باتباعه والأخذ به، لأنهم عباد مأمورون
باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام دون تفريق بينهم وتعصب لبعضهم دون بعض، وهو الحق مصدقا لما معهم. هذا هو البرهان الأول على كذبهم، أنهم ليسوا بمؤمنين، لم يؤمنوا بما معهم. هم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، هم كذبة، ما آمنوا بما أنزل عليهم. والدليل على ذلك أنهم كذبوا بالقرآن وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق مصدقا لما معهم، أدل على أنهم لا يطلبون الحق ولا يريدون الحق، وإنما يريدون العناد والتمرد، وهو الحق مصدقا لما معهم. البرهان الثاني الذي دل على كذبهم أنهم يقتلون الأنبياء، وهل فيما أنزل الله عليهم هل فيه قتل الأنبياء أو الأمر باتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولهذا قال قل يا محمد، قل لهم وجاوبهم لما تقتلون أنبياء الله وهم قتلوا فريقا من الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا أشعيا وقتلوا وحاولوا قتل المسيح عليه السلام رفعه الله وعصمه منهم، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، هل الله جل وعلا أنزل عليهم أنهم يقتلون الأنبياء؟ هذا كذب واضح. فصاروا لا يؤمنون بما أنزل عليهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ قال من قبل لأن الذين قتلوا الأنبياء هم سلف اليهود، أما اليهود المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يقتلوا نبيا، وإن كانوا حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الذين باشروا قتل الأنبياء هم أجدادهم وسلفهم، واليهود المتأخرون لم يتبرأوا من اليهود الذين قتلوا الأنبياء، لم يتبرأوا منهم، بل هم يعظمونهم ويفتخرون بهم ويوافقونهم على ما فعلوا، لم يتبرأوا منهم. فنسب الله أفعال الأولين نسبها إلى المتأخرين، لأنهم رضوا بهذا، لأنهم رضوا بفعل أسلافهم من قتل الأنبياء، وما دام رضوا بذلك ولم يتبرأوا منهم فهذا دليل على أنهم موافقون لهم على ما فعلوا. ولهذا يقول جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هذا محل الشاهد، ترى كثيرا منهم أي من اليهود يتولون أن يحبون ويناصرون ويؤيدون الذين كفروا. فهؤلاء المتأخرون من اليهود يؤيدون أسلافهم على ما هم عليه من الكفر وتقتيل الأنبياء، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه مولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. فإذا لا يقال إن متأخر اليهود ما حصل منهم قتل للأنبياء، الذين خاطبهم القرآن ما حصل منهم قتل للأنبياء. فنقول نعم ما حصل منهم فعلا، ولكن حصل منهم موافقة لأسلافهم
ولم يتبرأوا منهم ولم ينكروا عليهم، فصار حكمهم حكم من باشر القتل والعياذ بالله. قل فلم تقتلون، أن يقتلوا أسلافكم أنبياء الله وتوافقونهم على ذلك ولا كأن شيئا حصل. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا تكذيب لهم، إن كنتم مؤمنين، هذا من باب التكذيب لهم. فالمؤمن كيف يقتل الأنبياء؟ هذا يتنافى مع الإيمان، تنافى مع الإيمان والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. هذا برهان ثالث على كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، هذا برهان ثالث. ولقد جاءكم، هذا تأكيد، لقد جاءكم موسى عليه السلام، موسى بن عمران، بالبينات بالمعجزات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، ومنها الآيات التسع التي جاء بها وهي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وفلق البحر وضربه الحجر بعصاه فينفجر منه الماء، وما أنزل على يده من التوراة كتاب الله عز وجل، وما حصل لبني إسرائيل بسبب موسى من إنزال المن والسلوى التي لم تنزل على أحد غيره، كل هذه بينات. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالمعجزات الدالة على صدقه الموجبة لاتباعه. ثم ماذا كان منكم؟ اتخذتم العجل من بعده. هل هذا إيمان؟ يقولون نؤمن بما أنزل علينا وهم يتخذون العجل. وما هي قصة العجل؟ سبق ذكرها. قصة العجل أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى أن يعطيه التوراة، وعده 40 ليلة على رأسها يؤتيه التوراة، الألواح، ألواح التوراة يعطيها الله جل وعلا ويؤتيها لموسى، وعده 30 ليلة ثم أتمها بعشر فصارت 40 ليلة. فذهب موسى عليه السلام لموعد الله لتلقي التوراة من الله سبحانه وتعالى، وأوصى أخاه هارون قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ذهب موسى عليه السلام لموعد الله إلى الطور ليؤتيه التوراة ويلقيه التوراة الألواح التي كتبها الله سبحانه وتعالى في الألواح، التوراة كتاب العظيم. فلما ذهب موسى عليه السلام خرج رجل في بني إسرائيل يقال له السامري، وكان مع بني إسرائيل ذهب حلي استعاروه من آل فرعون في مصر في ليلة فرح من أفراحهم، استعاروا منهم الحلي. ثم خرجوا مع موسى عليه السلام والحلي معهم، وضاقت حيلتهم فيه ماذا يصنعون به لأنه عارية، فجمعوه، أمرهم السامري أن يجمعوه، فجمعوه ثم أوقد عليه في النار وصاغ منه صورة تمثال عجل، صورة تمثال عجل مجوف تدخل الهواء من دبره وتخرج من فمه فيصير له خوار، يصير له صوت. فلما رأوا العجل والتمثال من الذهب افتتنوا به والعياذ بالله، وعبدوه من دون الله، عبدوا هذا التمثال، قالوا هذا إلهكم
وإله موسى. فعبدوا العجل أي التمثال المصنوع من الذهب، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي يعني موسى نسي، راح إلى الموعد مع الله والله عندنا موجود هذا العجل، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، راح يبحث عن ربه وهو هذا موجود عندنا. نهاهم هارون عليه السلام، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. تمردوا على هارون عليه السلام وكادوا يقتلونه، كما قال كما ذكر الله عنه إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فلم يطيعوا هارون عليه السلام وأصروا على عبادة العجل. هذا معنى قوله ثم اتخذتم العجل من بعده، اتخذتم العجل من بعده، عبدتم هذا العجل من دون الله، كما قال جل وعلا واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلما جاء موسى عليه السلام غضب وألقى الألواح من شدة الغضب فتكسرت من شدة الغضب والغيرة على دين الله، ألقى الألواح وحصل منه ما حصل، وانتهى الأمر في أنه أخذ العجل وحرقه وذراه في اليم. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، ليريهم أن هذا العجل أنه عبادته باطلة وأنه باطل. وهكذا يجب إتلاف التماثيل والأصنام التي تعبد من دون الله أو يخشى أن تعبد في المستقبل، يجب إتلاف التماثيل والقضاء عليها لئلا تتخذ آلهة من دون الله، لأن الشيطان يزين عبادتها للناس ولو في المستقبل. اتخذتم العجل من بعده، هذه قصة العجل. وهل الذي يعبد العجل يكون آمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ هذا برهان على كذبهم في دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، لأن الشرك أعظم الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع العبادة في غير موضعها وعبد غير الله فهذا أعظم الظلم، كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم، أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. لماذا صار ظلما؟ لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وغير من يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، هل هذا إيمان بما أنزل عليكم؟ هذا برهان قاطع على كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. البرهان الآخر وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ما كانوا يؤمنون إلا بعد الألة واللتيا، ما كانوا يؤمنون إذا عرفوا الحق فرحوا به وأخذوا به عن رغبة، بل كانوا يتوانون ويتكاسلون ويتأخرون عن قبول الحق. هذا في عهد موسى عليه السلام، ما كانوا يقبلون الحق إلا بعد تهديد وبعد خوف. هل هؤلاء يؤمنون بما أنزل عليهم؟ لا يؤمنون إلا بعد ما يؤخذ عليهم الميثاق، وهو العهد الثقيل أخذه موسى عليه السلام عليهم أن لا يعبدوا إلا الله عز وجل وأن يتبعوا ما أنزل الله، أخذ عليهم العهود والمواثيق
المؤمن يحتاج إلى هذا، المؤمن ما يحتاج إلى أن يؤخذ عليه العهد والميثاق في أنه يؤمن بنبي طول بدون مماطلة وبدون تأخر، لكن هؤلاء لا يؤمنون إلا بعد ما يؤخذ عليهم الميثاق، فهذا تكذيب لقولهم نؤمن بما أنزل علينا. بل ولم يكفي أخذ الميثاق حتى رفع الله الجبل فوق رؤوسهم وقال إن لم تأخذوا التوراة وتعملوا بها أطبقت عليكم الجبل، فأخذوا التوراة بعدما ارتفع الجبل على رؤوسهم وخافوا أن ينقض عليهم، حينئذ أخذوا التوراة مكرهين، لا ليس عن إيمان وإنما عن خوف والعياذ بالله. ورفعنا فوقكم الطور، والطور هو الجبل كما قال جل وعلا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلم يقبلوا الحق إلا بعد التهديد بإيقاع الجبل عليهم وهم ينظرون إليه فوقهم كأنه ظل. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور من أجل إيش؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. الواجب أنهم أخذوا ما آتاهم الله من الأول، لا يحتاجون إلى هذه التهديدات. خذوا ما آتيناكم وهو التوراة بقوة، يعني بعزم وصدق ورغبة في الحق، لا عن تواني وفتور وكسل. ما هكذا المؤمن، المؤمن يأخذ الحق بقوة وعزم وصدق وإيمان ويبادر بالعمل به، هذا هو المؤمن. واسمعوا، اسمعوا يعني اسمعوا الحق بآذانكم واسمعوه بقلوبكم سماع استجابة، سماع استجابة، فالمراد هنا سماع الاستجابة أي استجيبوا. خذوا الحق لا خوفا من التهديد فقط وخوفا من وقوع الجبل، بل أخذ من يستجيب للحق وينفذ الحق، هذا هو المؤمن. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا سماع قبول واستجابة ورغبة. فماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا بآذاننا وعصينا بقلوبنا وأفعالنا، نسأل الله العافية. هل هذا فعل من يؤمن بما أنزل عليه؟ هذه براهين قاطعة تدل على كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. فقولهم سمعنا وعصينا هذا يتنافى مع قولهم نؤمن بما أنزل علينا، ودل هذا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالتوراة والإيمان بجميع الكتب هو اعتقاد ما فيها وتلاوتها باللسان واعتقاد ما فيها بالقلب والعمل بالجوارح بما يأمر به الكتاب وبما ينهى عنه، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الصحيح. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقصرون الإيمان على القلب فقط، يعني من صدق بقلبه عندهم صار مؤمنا ولو لم يعمل ولو لم ينطق بلسانه، هذا ما هو بإيمان. الكفار يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ويصدقون بقلوبهم لكن يعاندون بأفعالهم وألسنتهم. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالإيمان بالقلب لا يكفي، لابد من النطق باللسان والعمل بالأركان، هذا هو الإيمان الصحيح.
قالوا سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل، ما تخلصوا من فتنة العجل بعدما أظهروا التوبة، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وبعدما أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم إظهارا لصدق التوبة فتقاتلوا، قتل بعضهم بعضا من أجل صدق التوبة والعقوبة، العقوبة على ما فعلوا. بعد هذا ما زال العجل والعياذ بالله معرقا في قلوبهم، ما زالت فتنته من قلوبهم. وهكذا الباطل والعياذ بالله لا يزول إلا بالإيمان الصحيح، أما الذي إيمانه ضعيف فإن الباطل لا ينقشع عن قلبه بالكلية بل يبقى في قلبه شيء. وهذا صفة بني إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح الصادق، فلذلك بقي العجل، بقيت محبة العجل في قلوب. العجل كما سمعتم حرقه موسى عليه السلام ودراه في اليم وذهب، ما عدم، ما هو موجود، لكن محبته بقيت في قلوبهم والفتنة لم تخرج من قلوبهم، وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، فما زالوا يحبون العجل وهم يشاهدون أنه أتلف وحرق ونسفه موسى عليه السلام في اليم نسفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هم يشاهدون أنه عجل وأنه لو كان إلها ما أتلف ولا حرق ولا أعدم. الإله يعدم، الإله يحرق، الإله يذرى في اليم، لكن مع هذا ما زال الشر في قلوبهم. وأشربوا في قلوبهم العجل، نسأل الله العافية. فهذا يوجب على المسلم أن يخاف من الفتنة، لا سيما فتنة الشرك وعبادة غير الله عز وجل، لئلا يبتلى الإنسان بعبادة قبر أو عبادة ضريح أو عبادة صنم أو عبادة مخلوق من دون الله فيبتلى فيبقى حب الشرك في قلبه. يحذر الإنسان من هذا ولا يزكي نفسه ويسأل الله الإيمان الصادق، يسأل الله الإيمان الصادق وبغض الشرك وبغض. ولهذا يقول الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم خاف على نفسه من عبادة الأصنام فدعا الله أن يعصمه منها، لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من الفتنة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هكذا يجب على المسلم أن يخاف من الشرك وأن لا يزكي نفسه وأن يسأل الله السلامة والعافية من الفتن. وأشربوا أي بنو إسرائيل أشربوا، داخل حب العجل قلوبهم فلم يخرج منها، نسأل الله العافية. أشربوا في قلوبهم العجل بسبب ماذا؟ بكفرهم. السبب هو الكفر، كفرهم سبب لهم الافتتان بالعجل. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم، وهذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم، أنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وعندكم هذه العظائم
هل هذه مما يأمركم به الإيمان؟ هل الإيمان يأمر بعبادة العجل؟ هل الإيمان يأمر بأن يقول سمعنا وعصينا؟ هل الإيمان يأمر بقتل الأنبياء؟ هل الإيمان يأمر برفض ما أنزل الله عز وجل؟ هل هذا من أوامر الإيمان؟ لا، إن كان هذا إيمان فهو إيمان، فبئس الإيمان هذا الإيمان، بئس هذا الإيمان الذي يأمر بهذه الجرائم العظيمة والفضائح. الإيمان يأمر بالحق، ويأمر بالصدق، ويأمر باتباع الأنبياء وتعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم، ويأمر بالعمل الصالح، ويأمر بترك الشرك والمحرمات. هذا هو الإيمان الصحيح، هذه أوامر الإيمان الصحيح. أما الجرائم فإنما يأمر بها الكفر، الجرائم والمعاصي والفسوق والمخالفات هذه يأمر بها الكفر ولا يأمر بها الإيمان. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بزعمكم. هذا معناه أن الله نفى عنهم الإيمان بدليل هذه الجرائم التي يرتكبونها ويدعون معها أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، كل هذا يدل على كذب. ومن البراهين على كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا أنهم متعلقون بالدنيا، يحبونها حبا شديدا، ويكرهون الموت. المؤمن يحب لقاء الله عز وجل، ويحب الدار الآخرة، هذه علامة الإيمان، أن المؤمن يحب الله ويحب لقاءه ويحب الدار الآخرة. ولذلك المؤمنون حقا يفدون بأنفسهم في سبيل الله، يقدمون على الموت والقتل في سبيل الله عز وجل، لأنهم يحبون الله عز وجل ويحبون الدار الآخرة ويتمنون الشهادة في سبيل الله. هذه صفة المؤمنين، ولا يعتبرون الدنيا شيئا بجانب الآخرة، لا يتعلقون بالدنيا وإنما يتعلقون بالآخرة فيعملون لها، هذا الإيمان الصحيح. أما الذي يقول نؤمن بما أنزل علينا ويكره لقاء الله ويكره الدار الآخرة فهذا ليس بمؤمن. ولهذا قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هم يدعون أن الجنة لهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويدعون أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، ويدعون أنهم شعب الله المختار، وأن سائر الناس خدم لهم. وقالوا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يستحلون أموال الناس ويستحلون إهانتهم. ولذلك اليهود يعتبرون بقية البشر أنهم قردة وخنازير، وأنهم لا شيء، وأنهم خدم لبني إسرائيل، وهمهم السعي بالفساد في الأرض وإفساد عقائد الناس، لأنهم يريدون أن لا يبقى دين غير دين اليهود على وجه الأرض. هذه مهمة اليهود قبحهم الله. وإن كانت لكم الدار الآخرة عند وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس كما تدعون أن الجنة لكم وأنه لن يدخلها إلا اليهود، إذا كان هذا صحيح فلماذا تبقون في الدنيا
هي دار العذاب، والدنيا دار سجن للمؤمن ودار نكد وشر، لماذا لا تطلبون الموت لأجل أن تنتقلوا إلى الدار الآخرة التي تزعمون أنها لكم خالصة من دون الله؟ والمراد بالدار الآخرة هنا الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة هي الجنة عند الله خالصة من دون الناس، من دون بقية البشر. إذن تمنوا لقاء الله لتنتقلوا إلى الجنة، فهذه مباهلة. ادعوا على أنفسكم بالموت إن كانكم صادقين إن الدار الآخرة لكم، فادعوا على أنفسكم بالموت من أجل أن تنتقلوا إلى هذه الدار الخاصة لكم من دون الناس، فتمنوا الموت يطلبوه إن كنتم صادقين في دعواكم، ولكنهم كاذبون. ولهذا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي يعلمونهم، هم يعلمون أنهم كذبة، ويعلمون أنهم كفرة، ويعلمون أنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعلمون هذا. ولهذا لا يريدون الانتقال من الدنيا، لأنهم يعلمون مصيرهم والعياذ بالله، يعلمون بكفرهم وضلالهم وعتوهم وعنادهم وتركهم للعمل أنهم لن يصيروا إلى الجنة، وإنما يصيرون إلى النار، لذلك يكرهون الموت. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال السيئة والكفر والعناد وقتل الأنبياء وغير ذلك من الجرائم الفظيعة. هم يعلمون أن هذه لها جزاء في الدار الآخرة، فهم يكرهون الموت لأن الموت ينقلهم إلى النار وإلى ملاقاة جزائهم على أعمالهم الفظيعة في الدنيا. ولن يتمنوه، هذا نفي، هذا نفي. ولذلك اليهودي تجده أعظم الناس رغبة في الحياة الدنيا، تجدهم متعلقين بالدنيا، همهم جمع الدنيا وجمع الأموال، ولو من الربا ولو من السحت ولو من الحرام. اليهود سيطرون الآن على اقتصاديات العالم لأن همهم الدنيا، ما يعملون للآخرة ولا تهمهم الآخرة، ولا يتحاشون من الكذب والاحتيال في أخذ أموال الناس، ولا يتحاشون من الربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهم ما يرغبون إلا في الدنيا، ولا يعملون إلا للدنيا، ويكرهون الجهاد في سبيل الله، ويكرهون القتال. ما هنا أشد عليهم من القتال، وما هنا أشد عليهم من الجهاد، لأنهم لا يريدون الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب كفرهم وما قدموه من الجرائم التي تمنعهم من الجنة وتخلدهم في النار. ولكن هل هذا، هل بقاؤهم في الدنيا واشتغالهم بالدنيا هل ينفعهم عند الله؟ هل يخلصهم من النار؟ كراهتهم للموت تخلصهم من النار؟ لا. ولهذا قال والله عليم بالظالمين. فهم وإن أخفوا أعمالهم وجرائمهم وستروها وادعوا أنهم خير الناس وأنهم شعب الله المختار، الله عليم بأفعالهم سبحانه وسيجازيهم عليها. والدعاوى والأكاذيب لا تنفع، والبهرج لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على الحياة الدنيا هم اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. المشركون لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بيوم القيامة، ولذلك المشرك همه الدنيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا،
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. المشرك لا يؤمن بالآخرة، اليهودي يؤمن بالآخرة، يؤمنون بالآخرة لكن لا يعملون لها، وإنما يعملون لدنياهم. فمع هذا هم أشد من المشركين حبا للدنيا، أشد من الذين لا يؤمنون بالآخرة، يحبون الدنيا أكثر من الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون. وهل هذا يليق بمن يقول نؤمن بما أنزل علينا ويدعون الإيمان؟ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يتمنون المستحيل، يتمنون المستحيل، ما يكفيهم العمر القصير ألف سنة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وهذا من المستحيل إن الإنسان بيعمر ألف سنة، لكن هم يتمنون المستحيل لحبهم في هذه الحياة، تعلقهم فيها. ثم لو عمر ألف سنة، فرضنا أنه عمر ألف سنة، هل هذا سينجيه من عذاب الله؟ ما ينجيه من عذاب الله، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. حتى لو عمر الواحد ألف سنة فلا بد من يوم يموت فيه وينتقل إلى النار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلو إن الإنسان عاش ألف سنة أو عشرة آلاف سنة فإن هذا لن ينفعه في الآخرة ولن ينجيه من النار إلا إذا كان هذا على عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما أن يطول عمره وليس عنده عمل صالح فهذا زيادة في عذابه وشقائه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثم. شركم من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية. فهم هم من صالحهم طول أعمارهم ويعمر ألف سنة، ما هم من صالحهم، لأنهم يزيدون كفرا وشرا وعذابا يوم القيامة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وهذا مثل قوله جل وعلا في سورة إذا جاءك المنافقون قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس، لأنهم يقولون وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يزعمون أنهم أولياء الله، وأما من عداهم فهم أعداء الله. سائر البشر عندهم أعداء الله، ولا فيه ولي لله إلا اليهود. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فلا شك أن ولي الله يحب لقاء الله فتمنوا الموت، لا شك أن ولي الله الصادق يحب لقاء الله ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ألا أنتم خايفين منه؟ لابد منه. ولو طالت عماركم، ولو بقيتم أعمارا طويلة، فإن الموت لابد أن يأتيكم. وإذا جاء الموت لو أنت عايش ألف سنة ما كأنها إلا ساعة واحدة، ما كأنها إلا ساعة واحدة لو أنت عايش ألف سنة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وانظروا، يفرون منه يحسبونه وراهم وهو أمامهم فهو ملاقيكم. العادة إن الإنسان إذا فر من شيء يكون وراءه، لكن الموت كل ما فررت منه قربت إليه، كل ما فررت منه قربت إليه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه
ملاقيكم، ما لكم حيلة عن الموت، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا فيه الرد على اليهود بهذه البراهين العظيمة التي قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وهذا باطل، إن الواجب على الإنسان أن يؤمن بكل ما أنزل الله سواء أنزل عليه أو على غيره، هذا هو الواجب. لكن مع هذا هم كاذبون، لم يؤمنوا بما أنزل عليهم فصاروا كافرين بما أنزل عليهم وبما أنزل على غيرهم. هذا فيه دحض لمفتريات اليهود وردا لالتواءاتهم وتعنتاتهم. ولكن ليس المقصود اليهود فقط، بل على المسلم أن يعتبر ويتعظ ولا يتصف بصفات اليهود فيماطل في إيمانه ويماطل في الأعمال الصالحة ويكذب على الله ويتمنى على الله الأماني. هذا تحذير لكل مسلم على وجه الأرض، وليس هذا خاصا باليهود. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم للخير ودلهم على الصلاح، وخذ بأيديهم إلى الحق. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم إنه سميع مجيب. وردت إلينا أسئلة كثيرة، أستاذن فضيلتكم في عرض بعضها. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى عن السامري: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي؟ يقال إنه لما صاغ الذهب، يعني أذاب الذهب في النار، أخذ قبضة من أثر فرس جبريل، من أثر الفرس التي عليها جبريل عليه السلام، فألقاها مع الذهب من أجل الفتنة. قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني نبذها مع الذهب من أجل فتنة بني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم وضع الحذاء أمام المصلي وقت الصلاة؟ لا بأس به، يضعه أمامه، لكن يجعله عن يمين، عن يساره، يجعله عن يساره، ما يخليه محاذي لقبلته، إلا أن يريد به أن يكون سترة بينه وبين المارة فلا بأس. نعم. قول السائل: بعض الناس إذا قدر لهم شيء لا يرغبونه قالوا هذا بسبب سوء حظي، فما حكم ذلك؟ إيه نعم، الإنسان إذا جاءه شيء يكرهه يعتبر هذا من سبب أفعاله السيئة فيتوب إلى الله عز وجل. الواجب أنه ما يقول سوء حظي، الواجب أنه يقول هذا بسوء عملي، هذا بسوء عملي وهذه عقوبة لي، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم. فإذا جاه ما يكره يعلم أن هذا بسبب ذنب فعله فيتوب إلى الله ويستغفر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الوقوف والدعاء عند الملتزم؟
لم يرد فيه دليل خاص، لكن استحب العلماء أنه